بس كما كانش كورونا تمشيو للقهاوي تما تتبقى ديك الماكله تعطيوها لينا تنجيبها اليوم. ليش تنصبر ديك 600 300 لا كثرت عبد الخطاط وعاونوني الناس تنصور ديك 600,000 ريال 1,000 ريال تنصورها. تنقعد تنبكي تنقعد بوحدي وتنقعد تنبكي لاني ما انا بغيت غير عيشه كريمه. مشاهدينا الأشواق تي في، كنحييكم مرة أخرى. دائما في تتبعنا لحالات ووضعيات إنسانية وكذلك اجتماعية، واليوم في تواجدنا في مدينة مراكش. كما كتعرفوا أن هذه المدينة معروفة بالسياحة والناس اللي كيجيو لها كل سنة إما من داخل المغرب أو خارجها، ولكن كاين بعض الناس اللي تقدروا تشوفوهم في الشوارع، ناس كيبيعوا كلينكس، ناس كيوقفوا حدا لي فيروج، ناس اللي كيتلقى لك بالطوموبيل وكيقول لك دور معايا، ولا كيبغي يبيع لك شي حاجه اللي هي بسيطه. الخلفيات ديال هاد الناس والقصص ديالهم غير مفهومه لانها ما مكتوباش وما هزينهاش باش الناس اللي في الشارع غادي يعرفوها، ولكن اليوم غنتعرفوا عليها مع هاد السيده. هاد السيده هنا اللي في مدينه مراكش اللي كتبيع كلينيكس، بغينا نعرفوا الحياه ديالها وكذلك نتقربوا اكثر للمعاناه ديالها وشنو الحاجه اللي خلاتها انها تخرج تبيع كلينيكس بجدرها باش تقدر تعيل واحد الاسره اللي كتكون من 6 ديال الافراد. يعني لالا كيف ما قلتي لي في الاول، الزوج ديالك توفى دابا تقريبا 14 سنه، خلى لك شحال تقريبا ديال الوليدات؟ 5، خلى 4 البنات، 4 بنت و 4 الولاد، ولي بنيه و 4 الوليدات. قبل ما يتوفى الزوج ديالك كيفاش كنتو عايشين؟ واش فحال هاد الفحال هكا ولا لا؟ لا، كنا عايشين في بني ملال، ولاد عياد، حيت انا الولد الصغير خلاه ليا في كرشي، مات هو، كان مريض بالقلب وداكشي ومات. ايوا، وكنت هز الحمال وكنت خدامه في واحد لوطيل، واحد الرياض تيقولوا ليه رياض الملوك، وسيدي ومع مرض ما باقيش قدرت نخدم، ما باقيش نخدم، تتقبضني لك كريزه كل قطره. انا ما عرفش اسميتو، ولدي عبد الخطا تيهرب من المدرسه باش هذاك الصغير دابا ولا تيهرب من المدرسه باش يلقى ما ياكل. شحال من خطا قبطو البوليس، ومشينا مشيت واحد الخطا قبطو، عاودت مشيت لا سميتو، مشيت عرفتي شحال طول قبض صمت وداكشي، وانا نقول والله حتى نخرج والله حتى نخرج نشوف حالتي الا تيعلم بها الا الله، اقسم لك بالله. واخا لالا، ملي توفى الزوج ديالك من بني ملال جيتو لهنا، جيتو لمراكش، ملي جيتي لمراكش يعني ما كتعرفي فيها حتى شي واحد، ما عندك عائله هنا، ما عندك ناس اللي غادي تمشي عندهم، شنو درتي انت وهذوك الوليدات؟ لا، ما عنديش. النوبه الاولى مشينا، النوبه الاولى كنا هاي في الزنقه، عاد من بعد جيت وهي تقول لي واحد السيده راه كاين واحد البيت، وهنا جيت النوبه الاولى جيت عند هذاك مول الدار، عرفتي بنادم لا ماكله لا فراش لا حاجه، هو اش نقول لك، هذاك الشيء بزاف عليا، وكانوا الولاد ديك الساعه صغار، دابا البنت عندها 24 ونقول اش نقول لك، جيت ومشيت عند الناس وكل شيء، ومن هنايا ومن هنا تجمعت وجيت عند مول الدار، وخلصت بقات لي ديك الساعه 80,000 ريال 80,000 ريال، عاوداني مشيت ندير تجمعت وحنا نجيو نسكنو هنايا، والولد باقي وليد صغير. عاب شوي عليك، حنا مقدرين هذا الشيء اللي انت كتعاوديه وهذه الوضعيه اللي انت فيها، ولكن حاولي تهضري بشويه وتثبتي الهضره ديالك باش حتى الناس دابا اللي كيتفرجوا يفهموا القصه ديالك ويقدروا انهم يتعاونوا معك. حيت جينا اسميتو هو اصلا مريض بالقلب، كان مريض بالقلب، وديناه للسبيطار ودار العمليه
وجينا دار الله، وانا بقيت انا والوليدات. هذاك بقى حيت هذاك خلاه لي عنده 6 شهور كرشي. انا ما كانت عرفتي العين بصيره واليد قصيره وتندير الله. وخرجت مشيت قليت واحد الخدمه في رياض الملوك في ضرب ضباشي عند الحاج، وقبضني خدمني تيس قبضني مزيان هذاك السيد، وبقيت خدامه عنده. تمرض مرض وانا نجي سكنت هنا، راه قلت لك مول الدار جيت عنده عطيتو. من بعد كملت ليه يعني من بعد ما سكنت هنا كيف قلت لي ما كاين لا فراش لا ما ناكلو لا ما نشربو؟ ما كاين لا فراش لا ماكله لا والو. تمشي نمشي غير هكا ديك الساعه باش ما كانش كورونا، تمشيو للقهاوي تما تتبقى ديك الماكله تيعطيوها لينا تنجيبها اليوم. والبنت خرجت من القرايه وقعدت قابلتهم، وانا خرجت نخدم عليهم. يعني هاد الخدمه اللي خرجتي تخدمي عليهم هي انك كتبيعي كلينكس في الشارع. واش دابا داك كلينكس اللي كتبيعي كيقدر انك توفري بيه باش ترفعي على وليداتك ولا لا؟ لا ما تيساعدنيش، تنصبر ديك 600 300 لا كثرت عبد الخطاط وعاونوني الناس تنصور ديك 600 ألف ريال. 1000 ريال تنصورها دابا، هي تصور هذيك 1000 ريال اش بغاتي ليا فيها؟ الخبز فيها الماكله فيها كل شيء. انا ما استطعتي هذا الشيء، بزاف عليا وقسم لك بالله العظيم الا بزاف عليا. وزيد هالمرض والله العظيم الا ذاك الرابوز عبد الخطاط تمشي تنطلقو في الفرماسيان هنا، كاع الناس هنا عارفيني. اي واحد مشيتي عنده قلتي ليه ام خالد ولا ربيع راه تيعرفوني. يعني وليداتك دابا تقريبا الكبير فيهم ولا الثاني شحال عنده دابا من عام؟ دابا البنت عندها 24 هي الكبيرة، وكاين الولد خالد تا هو مريض بالضيق، وعندي واحد ما تيهضرش. يعني هاد الوليدات هادو يعني اللي الناس يعني اللي هما كبار واش خدامين واش كيعاونوك في المصروف ولا لا؟ لا الولد دابا هو تيخرج كلينكس ما تيجيب والو. انا بعدا كاين حيت مرا كبيرة تيشوفوني الناس وتيساعدوني، تيجي تيعطيك ديك 5 دراهم يعطيك ديك 1000 فرانك. هادشي اللي كاين. تنتخنق تنبغي نهضر وتنتخنق تنبغي ندير على حاجتي، تنبغي نعول على حاجتي ولكن تنتخنق ما عرفتش. دابا تقريبا هاد السنوات كاملة يعني 14 سنة كاملة دازت، خلي دابا من وليداتك كبروا، ديك الساعة وليداتك كانوا مازالين صغار، كانوا ماما باغين هادي وماما باغين نشرو هادي وماما باغين نلبسو هادي وماما باغين ناكلو هادي، وانت مبقاتش توفري ليهم. ما نفهم بعض الخطرات راه اش نقول لك، عبد الخطاط تمشي طلبوا الخبز باش ياكل، تجي تقلب عليهم ما تلقاهمش حدايا، لان ديك الساعه ما عندك الاستطاعه. الاستطاعه صعيبه صعيبه وصعيبه بزاف. راه دابا نعود لك لو شتيني تما تنقعد راه كل تنولي تندير تنقعد تنبكي، تنقعد بوحدي وتنقعد تنبكي، لاني ما انا بغيت غير عيشه كريمه وعيشه تكون مزيانه لوليداتي. وتصور حتى الحوايج اللي بغيت يلبسو ما عندهمش، وولدي قاعد يقول لاختي تيقول لي امي امي، وانا راه قلبي تيتقطع اش ندير. جهدي لا جهد الله، جهدي لا جهد الله، اقسم لك بالله العلي العظيم لا جهد الله. وكثر حيت يجيك دابا الضو انا ما مخلصاش من نهار كورونا ما خلصتوش، دابا مزعودة عليا 120 كيبين ندير ليها يا كلية كيبين ندير ليها. ما عنديش غالب الله، الله اللي غالب. شاهد بنت جيران شافتني وهي تقول لي راه كاين واحد الناس واحد القناة تيعاونوك تيعاونو، ممكن ديري رجاك في الله وديري فيهم رجاهم، راه يقدروا يساعدوك راه يقدروا يساعدوك. قلت لها انا نشوف، قالت لي انا ندير اللي كنت يا ديري، وانا تنطلب من عند الله يسر الامور لكل واحد ولا لا يديرها في ضيقه بحالي انا.
يعني متابعينا كنتمنى تكونوا تبعتوا القصة ديال هاد السيدة هادي اللي صراحة ما يعني كيف ما كتشوفوا بواحد الحالة يعني مؤثرة، كتحكي على المعاناة ديالها. كيف قلت في التقديم كاين الناس اللي كتكون في الشارع كيتلقاو ليك، كيكونوا وليدات صغار، كيكونوا عيالات كبار، كيكونوا رجال، كتلقى كيبيع كلينكس يعني شي حوايج اللي هما بساط كيف ما سمعتوا 300 ريال ولا 600 ريال ولا 50 درهم في النهار، يعني اللي غادي تدخلها باش انها تقدر تصرف بها على وليداتها، تخلص بها الكراشي، ولد اللي يطلب منها شي حاجه انها توفر عليه. لكن هاد الناس كاين الناس اللي كيف فاش كيوقفوهم كيرأفوا بهم، وكاين الناس اللي لا. وهذا السؤال اللي بغيت نسولك بعدا، كاين الناس اللي كيعطفوا عليك وكاين الناس اللي كينهصروك. كاين اللي ما يشوف فيك حتى تشوفها، وكاين اللي بعدا كاين اللي تيقول لك كلمه طيبه، تيقول لك سر الله يسخر لك، سر الله يسخرك. وكاين اللي يشوف فيك ويزيد وقدر يحتقرك، الاحتقار كاين. ولكن اش بين ندير انا، كون كنت انايا، انا راه ما راضياش على حالتي هكاك، نمشي النهار كله، نمشي كل نهار كله، نبقى نخرج مع 8 الصباح ما تنجي تا يبغيو يسدو في الزنقه، يقول لك حيدي من تمايا. الله يحسن العوان الشريف. هادشي اللي غادي نقول لك يعني مشاهدينا، كنتمناو يعني ان الناس اللي كيكونوا غادي مارين، حتى الا كنتي في السياره ديالك والحمد لله يعني عيش ربما من الطبقه المتوسطه ولا من الناس يعني الغنيه، انك ما تحتقرش هاد الناس، يعني ما تحسسهمش وما تطيحهمش في النقص ولا في هذيك المعاناه اللي هما اصلا فيها، ما تزيدش تعمق الجراح ديالهم. راه كيف ما سمعتو قالت اني اللي قلتي لي غير الله يسخر ولا الله يعاونك، كتبرد عليه ولو شويه. تقدر انت ما تعطيش، ما عندك شويه كي يقدر واحد اخر يعطيه، ولكن تحتقره وتنقص منه وتعامله بتصرف مهين، فهذا راه ما غاديش يتقبله لا الله سبحانه وتعالى وكل كذلك عبده لما لاقي ما ياكل. يعني كما كتشوفوا السيده عندها وليدات، ما عندها ما تاكل، ما عندها ما تصرف. الله يحسن العوان. هذا مثال، وبغيت نوصل رساله عبر هذا الفيديو وكذلك عبر هذه القصه، وتكون للافاده. الناس ما يبقاوش يحتقروا الفقراء، ما تبقاش تحتقر المسكين الا وقف عليك، عطف عليه، ولا ما لقيتي ما تعطيه، دعي معاه قول الله يسهل عليك ولا الله يسخر لك، تقدر تبرد ليه شويه هذيك المعاناه ديالو. وكنتمنىك كذلك ان المحسنين والمغاربه من داخل ارض الوطن ومن خارجه يتعاونوا مع هذه السيده اللي اثرت فيا انا شخصيا، وكذلك غتاثر فيكم حتى نتوما اللي غتفرجوا في هذا الفيديو. غنخليو الرقم الهاتفي ديالها باش تواصلوا معها وتعاونوا معها. كان معكم حمزه من دوب، حط الكاميرا حمزه بوقنادل، لنا الصوره لكم التعليق. تبارك الله عليك. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.